أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. المرحومون والمحرومون في رمضان. شهر رمضان هو رأس مال الإنسان في هذه الحياة، لمن تدبر فيه ولمن تفكر فيه. شهر رمضان فرصة العمر التي قد لا تعوض. يا أيها المحروم، أين أنت من هذا النبع المتدفق بالخيرات والأجور ورفعة الدرجات عند الله رب العالمين؟ وأسفا على أقوام يستعدون لشهر رمضان استعدادا يرضي الشيطان ويسخط الرحمن. يا أصحاب الوسادات، هل تريدون اللحاق بالسادات؟ سهر في المقام وسهر على الأرصفة وإطلاق للبصر في الرائحات والغاديات وتمشيات في المولات والأسواق ورغي وقول الزور وسماع الزور، ويرجو أن يكون ممن يقال لهم اذهبوا مغفورا لكم. انظروا إلى الأسواق كيف تصطك بالغادين والرائحين من المسلمين والمسلمات يجلبون النعم، وهذا أمر مباح، لكن المحرم حينما تصرف هذه النعم إلى القمامة وإلى سلة المهملات. لا إله إلا الله، كيف يقدم المسلم الذي يعلم بأنه موقوف بين يدي الله على مثل هذا العمل الشنيع؟ يفاخر الآخرين فيملأ السفر ويضع ألوان المطعومات والمشروبات ونهايتها تكون سلة المهملات. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. طرنا في الهواء ومشينا على الماء وأكلنا فاكهة الشتاء بالصيف وفاكهة الصيف بالشتاء، ولا نشكر الله جل وعلا كما أراد. احذر الخي من هذا البصر ومن أن تطلقه في معصية الله جل وعلا، لا سيما مع وجود هذه الإغراءات وهذا الحث وهذا السعار المحموم الذي يحاول أن يختطف الناس من صيامهم لمتابعة بعض مشاهد الفسق والفجور. إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع.